ماشي كما رانا نقولوا حنايا ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنه، وحنا نجيو هكذا نحكموا 99 اسم ونحفظوه. اولا ربي سبحانه وتعالى ما عندوش 99 اسم برك. اقرا قران، اقرا قران وحشد كل راس قدامك، قال هذا اسم العزيز اكتبه اكتبه، تفوت 99 مش حال. حتى ان العلماء الذين الفوا تاليفا خاصا بالاسماء الحسنى قالوا حسبنا اردنا ان نعد كم اعداد كم هي اسماء الله فلم نجد لها عدا. اسماءه التي لا تحصى سبحانه وتعالى، منها من علمها احدا من عباده احنا اللي نعرفوها، وكاين اللي علمها لبعض الناس الخاصين، وكاين اللي استاثر به في علم الغيب عنده. وزيد على ذلك ان هذه الاسماء الحسنى التي هي اسماء الله تبارك وتعالى، دير مليح في بالك باللي احنا لا نحصيها احصاء بمعنى من احصاها دخل الجنه معناتها تحفظها، لا لا، احصاها بمعنى انني عرفتها العزيز، ومن بعد العزيز كي عرفت انت العزيز وش من بعد؟ وش تفت؟ ثقافه ما يسحقوش ثقافه احنا. ام كاين ناس يجوا متقفين يوم القيامه تسعر بهم النار هم الاولين. نسحقوا حاجه ان اسم العزيز وش نتج فيك؟ هذا هو الاسماء الحسنى، هذا يدرسوها الناس. هذه هي الدراسه الحقيقيه للاسماء الحسنى. انه العزيز كي تعلمت العزيز انت وش تبدل فيك؟ وش تبدل فيك؟ انني انا تقول انا الله العزيز، الله عزيز ممتنع، بمعنى الله عز وجل شراه يعطينا من الخيرات مش يحلل فينا، ما يحتاجناش، يعني احنا بلا مزيتنا رانا نعبدوا فيها، وحنا ما حنعاونوه والو كان نمدوا، عزيز ما يسحقناش، عزيز علينا. وزيد العزيز اننا كذلك نحبه ونجله، وتولي تاثر انت تقول خلاص انا مانيش ندير مزيه في ربي، انا نجي نصلي، انا نصلي لروحي ماشي ربي، ربي عزيز عني ما يحتاجنيش، انا اللي راني نجري موراه، انا الفقير ماشي هو، هو غني عني. وانت تولي بعد هذه كلمه العزيز خلاص اثرت فيك، عزيز وامتنع واتصف بالاسماء الحسنى، تقول سبحان الله لانه عزيز تسبحه، ما في حتى حاجه نقص. انت باش تولي عزيز لازم لك الصفات الملاح، ما كاش واحد مخذول بالمعاصي والصفات الساذجه والرذيله وبعد يقول لك انا انسان العزه، احنا العزه لينا، احنا عندنا العزه، العزه لله ولرسوله ولمن؟ وللمؤمنين ماشي الفاسقين. احنا الانتساب هذا وحده هذا ما يكفيكش، فلذلك الان اسماء الله لازم تاثر فيك. هذاك الصحابي وش قال؟ قال النبي عليه الصلاه والسلام يضحك ربنا لرجل، ومن بعد هذاك الصحابي وش قال؟ قالوا عاود اسمعني حبيت نفهم واحد الحاجه، قالوا يا رسول الله او يضحك ربنا؟ قالوا النبي عليه الصلاه اجل، قال والله لن نعدم خيرا من رب يضحك. قال ما دام يضحك ربي والله غير فيها خير كبير، ولا عنده الرجاء، شفت الرجاء شو اللي طمع في ربي، ما دام ربي عز وجل يضحك لنا معناتها ربي سبحانه وتعالى فيه رحمه كبيره، معناتها راح يرحمنا، راح يتجاوز علينا، راح يسمح لنا، معناتها رحمه. فانت تولي تفتح لك هذيك الرحمه تروح تطيع ربي سبحانه وتعالى. اتصور انت يا لو انك راح تتحاكم في محكمه، الله يعافينا ويعافيكم، راح تتحاكم في محكمه وخايف ان ينزل عليك حكم بسجن طويل ولا بشيء عقوبه كبيره، وضربت ايام وانت ما لم تنم، قاعد تصور القاضي يجيبوا لي راجل ولا امراه ولا كيفاش حيكون القاضي، وانت القاضي راح تتصور انه انسان معه الحشم والخدم والمستشارين، وانه المحكمه عندها بروتوكولات، وكاين الهيبه هذيك الخوف، والقاضي ما يضحكش معاك، تما راح يشوف الملفات وراح يتكلم بكل صرامه وينزل عليك الحكم. وتصور انك انت القاضي جيت وبدا يضحك القاضي، او يضحك القاضي تشوفه غير يضحك ويقصر ويضحك معاك ويضحك مع الناس، تقول هذا والله غير باين انتيك كما يقولوا تاعنا، قول هذا والله غريب ما شاء الله، ما لا راح يجوزها لنا، راهو في نهارو، راهو في ساعه زينه، راح ما شاء الله. كي تشوف هذاك القاضي بك يضحك، والله سبحانه وتعالى له المثل الاعلى، ما نشبه به المخلوقات ولا نشبه بمخلوقاته، هو الذي سيقضي لنا وبيننا يوم القيامة، وهو الذي سيحاسبنا.